الوقوف عند آخر التطورات السياسية والميدانية، معنا من كييف مراسلنا إياد ستية. إياد أهلا بك. مجموعة فاغنر نشرت فيديو وقالت أنه من قلب مدينة باخموت، ما صحة هذه الأخبار في كييف؟ ردود الفعل، ما الذي يتم الحديث عنهم الآن وأيضا آخر التطورات الميدانية؟ نعم، فعليا لا توجد لغاية الآن أي ردود فعل رسمية من المسؤولين الأوكرانيين حول ما قالته أو ما قاله رئيس مجموعة باغنر الروسية بريغوجين حول الاستيلاء على هذه المدينة. لكن يعني في ظل هذه الأنباء المتضاربة ما بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني حول الاستيلاء على محور باخمت، كان بيان الأركان العامة الأوكرانية الصادر صباح اليوم ذكر بأن هذا المحور الذي يشهد المعارك الأسخن في الجبهة الشرقية من أوكرانيا لا يزال يشهد معارك عنيفة وضارية ما بين القوات الروسية والأوكرانية. هو قال بأن محور باخمت بالتحديد أو ثلاث أو أربع بلدات في هذا المحور قد شهدت خلال اليوم الماضي هجمات من قبل القوات الروسية، وهي فاسيلفسكا دوبروفا وأيضا منطقة هريهورفكا وبغدانفكا. هذه البلدات الصغيرة هي قريبة جدا من مدينة باخمت، تتعرض خلال الفترة السابقة لهجمات يومية من قبل القوات الروسية عبر وحدات من المشاة ووحدات من القوات المحمولة جوا الروسية في محاولات لاختراق أو خطوط الدفاع في هذه المنطقة. أيضا هناك عشرات البلدات المحيطة بمخمود كانت قد تعرضت وفق بيان الأركان العامة لقصف براجمات الصواريخ والدبابات ومدافع الهاون خلال اليوم الماضي. هذا بالنسبة فيما يتعلق بمحور باخمود. لم تصدر لغاية الآن أي إشارات من الجانب الأوكراني حول سيطرة القوات الروسية على هذه المدينة. في وقت سابق كان الحديث يتم عن أن القوات الأوكرانية لا تزال تحافظ على مواقعها خاصة في الجهة الغربية من مدينة باخموت. وسط المدينة هو مدمر بالكامل ويكاد يكون منطقة رمادية ما بين الجانبين. هناك أيضا إلى الشمال من هذه المنطقة وتحديدا في محور سباتافا كريمينايا وفق ما قاله رئيس الإدارة العسكرية بأن القوات الروسية تحشد المزيد من الوحدات العسكرية على محور كريمينايا وعلى أيضا محور سباتافا. قال بأن القوات الروسية تعمد أيضا إلى إدخال نوع جديد من المركبات القتالية وهي مركبة تيرميناتر، الذي قال أنها تستخدم للمرة الأولى في هذا المحور، وأن القوات الأوكرانية قد قامت بتدمير عدد من هذه المركبات. في محور سباتافا قال بأن الوضع شهد هدوءا نسبيا خلال اليوم الماضي، ولكن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير رتل عسكري روسي كان يحاول التقدم في اتجاه هذه المنطقة. كانت هناك أيضا تصريحات من الإدارات العسكرية المختلفة حول القصف الروسي الذي استهدف منطقة أو مدينة زاباروجا خلال اليوم الماضي. الإدارة العسكرية في المدينة قالت بأن عدد ضحايا القصف الروسي قد ارتفع إلى 5 مدني. هذا كانت القوات الروسية استهدفت براجمات الصواريخ من نوع S-300 أحد المباني السكنية في المدينة، وتم ولا تزال يعني فرق الطوارئ والإنقاذ تعمل لغاية الآن للبحث عن ناجين. شكرا جزيلا لك من كييف مراسلنا إياد ستية.